حليم حافظ أثر إيه في مصطفى عمر؟ أهو سكة العاشقين هاي من وحي أغاني عبد الحليم حافظ. افتكرني من وحي أغاني عبد الحليم حافظ. سلمولي يا مراكبي روحي قمر. كم غنوة عملتهم خايف عارف ليه. كل الأغاني دي أغاني فيري كلاسيك وفيها ميلودي يعني يعيش ويقعد ويأثر فيك كده وتحس انك عايز تعيد وتزيد في الجملة. يا جملة بتستحمل ان انت تفضل تقول فيها كل مرة تقولها بشكل وتعيد وتزيد. طبعا اما سجلتها زمان سجلتها زي ما هي. دلوقتي بطلع لايف على المسرح كل شوية غير في حاجة اقولها كده الناس معايا. اغنية فيها ماتيريال قماشة لا وفيها مقدمة موسيقية طبعًا. جامدة قوية جدا التوزيع وفيها كلمات حميد الشاعري التوزيع عمل التوزيع والكلام سامح العجمي الله يرحمه وانا اللي لحنها. واغنية اغلب اغانيك الحانك معظم الاغاني اللي تحس اللي فيها نقلات كده ولحنت لغيرك طبعا لحنت لمين؟ لحنت احنا لعبنا عودة لحميد الشاعري وعلى كيفك مين لإيهاب توفيق ومين قده يا ناس مين قده لإيهاب. عملت زمان غنوة لأنوشكا أبين زين وعلى عبد الخالق الله يرحمه. انت عملت له ايه القمر ده. عملت كان في اغنية حلوة قوي المطربة اسمها أميرة هي وقفت عارفها طبعا عارف أميرة كانت مع حميد زمان طبعا عارف أميرة يعني. تعمل لها اغنية اسمها يا شمس غيبي من الاغاني الجميلة جدا. بتلاقي نفسك في التلحين اكتر يا مصطفى؟ التلحين متعته في ان انت بتسمع المزيكا بتاعتك على حنجرة حد تاني كأنك بتفصل بدلة تفصل فستان وبتشوفه بقى لما انت خيالك اللي انت حطيته مظبوط ولا عالي عنه ولا قل عنه. لا في متعة التلحين في متعة. اللحن بتاع افتكرني وسكة العاشقين والاتنين الحانك. افتكرني انا كنت لحنت الموال واللحن بتاع عصام كاريكا يعني انا كنت لحنت كده الموال انما هو اللحن عصام كاريكا ده. انا عملت سلمولي طبعا سلمولي برضه من الاغاني القويه جدا لحني برضه. فدول دول اغاني كلاسيك يعني انت عايز تقول لي دول اغاني كلاسيكس بالظبط مش كده؟ بالظبط